السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم تشكل الصخور الصهارية لغوش ماغماتيك. لدينا هنا بعض أنواع الصخور الصهارية: الجرانيت، ريوليت، الجابرو والبازلت. لدينا كذلك صفائح دقيقة ملاحظة بواسطة المجهر المستقطب للإشارة فقط، فالألوان التي تظهر على هذه الصور هي ألوان غير حقيقية لأننا استعملنا مجهر مستقطب. إذا كما تلاحظون معي ما نسميه بالبنية البتروغرافية لهذه الصخور، فيما يخص صخرة الجرانيت والجابرو نلاحظ أن لهما بنية محببة، بحيث هاتين الصخرتين كلها تتشكل من بلورات فنقول أنها كاملة التبلور. لكن فيما يخص الريوليت والبازالت نلاحظ أنهما تتشكلان من بلورات، لكن بالإضافة إلى هذه البلورات نجد مادة غير متبلورة وهي العجين الزجاجي. في هذه الحالة نقول أن الريوليت والبازالت صخرتين غير كاملتا التبلور وذات بنية بتروغرافية ميكروليتية. إذا ألخص، إذا الجرانيت والجابرو صخور كاملة التبلور ذات بنية محببة، بينما الريوليت والبازالت فهي صخور غير كاملة التبلور ذات بنية ميكروليتية. فيما يخص بطبيعة الحال مصدر الصهارة التي تنتج عنها هذه الصخور الصهارية، على مستوى الدلو نجد صهارة بازلتية، وطبيعة هذه الصهارة تسمى صهارة قاعدية، سنعرف بعد لحظات لماذا. لأن هذه الصهارة البازلتية عندما تخضع للتبريد ستعطينا نوعين من الصخور البازلت والجابرو، رغم أن بنيتهما بنية مختلفة، البازلت بنية ميكروليتية، الجابرو بنية محببة. على مستوى مناطق طبر نجد صهارة جرانيتية وهي عبارة عن صهارة حمضية، لأن هذه الصهارة الحمضية سينتج عن تبريدها بطبيعة الحال صخرتي الجرانيت والريوليت، وبطبيعة الحال لتذكيري فقط جرانيت صخرة ذات بنية محببة بينما الريوليت ذات بنية ميكروليتية. إذا التساؤل المطروح في هذه الحالة، كيف نفسر تشكل صخرتين مختلفتين من حيث البنية رغم أن مصدرهما نفس الصهارة؟ للإجابة أو لتفسير ذلك بطبيعة الحال سنستعمل الوثيقة التالية، بحيث سوف نتتبع صهارة بازلتية خلال صعودها في اتجاه السطح. إذا هذه الصهارة بازلتية في هذه الحالة على عمق حوالي 20 كم بدرجة حرارة حوالي 1500 درجة سلسيوس. إذا صعود هذه الصهارة بطبيعة كما نلاحظ تتواجد بطبيعة الحال أصلا في المجال السائل، لكن على عمق حوالي 12 كم في هذه الحالة نلاحظ أنها انتقلت من المجال السائل لمجال سائل زائد صلب بدرجة حرارة حوالي 1300 درجة سلسيوس. فتبدأ هنا بطبيعة الحال عندما تدخل المجال السائل زائد صلب ظهور أولى البلورات. نعم، استمرار صعود هذه الصهارة حتى عمق حوالي 5 كم في هذه الحالة، إذن هناك احتمال يمكن لهذه الصهارة أن تتوقف على هذا العمق بطبيعة الحال، وفي هذه الحالة ستعطينا صخرة جائعة، لكن يمكن كذلك أن تستمر في الصعود في اتجاه السطح بطبيعة الحال، وفي هذه الحالة ستعطينا صخرة بئة. إذن إذا حدث وتوقفت هذه الصهارة البازلتية في العمق في هذه الحالة بطبيعة الحال ستعطينا صخرة كاملة التبلور الجابرو في هذه الحالة ذات بنية محببة فعلا، إذا صخرة الجابرو كاملة التبلور ذات بنية محببة. أما إذا حدث وتمكنت من الوصول إلى السطح في هذه الحالة ستعطينا صخرة البازلت وهي صخرة غير كاملة التبلور ذات بنية ميكروليتية. نفس الصهارة، الصهارة البازلتية إذا توقفت في العمق وتصلبت كلها بطبيعة الحال في العمق في هذه الحالة ستعطينا صخرة كاملة التبلور ذات بنية محببة. أما إذا حدث ووصلت بطبيعة الحال تمكنت من الوصول إلى السطح، ففي هذه الحالة ستعطينا صخرة غير كاملة التبلور ذات بنية ميكروليتية. نتابع. إذا لنتعرف على المعادن التي تتكون منها بعض الصخور الصهارية. قبل ذلك أشير أن طبيعة الصهارة ترتبط بنسبة السيليكا. لدينا صهارة فوق قاعدية، صهارة قاعدية وسيطية، ثم صهارة حمضية. أعيد، طبيعة الصهارة مرتبطة بنسبة السيليكا، قاعدية حوالي 50%، وسيطية حوالي 60% من SeO2 أي السيليكا، وبطبيعة الحال صهارة حمضية حوالي 70% من نسبة السيليكا، النسبة المئوية. نبدأ بالصهارة القاعدية. إذا فعلا كما نلاحظ خلال صعود هذه الصهارة ستنتج عن تصلبها نوعين من الصخور، صخرة البازلت وصخرة الجابرو. صخرة البازلت بطبيعة الحال التي لها بنية ميكروليتية وهي غير كاملة التبلور تعتبر صخرة بركانية ناتجة عن بركان، لكن الجابرو الذي تصلب في العمق يعتبر صخرة بلوتونية. منذ الآن يمكن أن نشير أن الصخور الصهارية صنفان: صخور بركانية وتكون ذات بنية محببة بنية ميكروليتية وهي غير كاملة التبلور، وصخور بلوتونية وهي صخور بطبيعة الحال تتصلب في العمق ذات بنية محببة وهي كاملة التبلور. في حالة كان الأمر كان يتعلق بصهارة وسيطية، الصخور التي تنتج عنها عن تصلبها وهي صخرة الأنديزيت كصخرة بركانية، الديوريت كصخرة بلوتونية. في حالة صهارة حمضية في هذه الحالة
لاحظوا معي أن الصخرتين ناتجتين عن تصلب هذه الصهارة، فلدينا صخرة ريوليت كصخرة بركانية، الجرانيت كصخرة بلوتونية في مخصص المعادن التي تتشكل منها هاتين الصخرتين، لدينا الأنفيبول، بيوتيت، الميسكوفيت، البلاجيوكلاس، كوارز والفيلدسبات. فيما يخص بطبيعة الحال البازلت والجابرو نجد الأوليفيل، بيروكسين والبلاجيوكلاس. نتابع. الآن سنتعرف على العوامل التي تحدد بنية الصخور. بعبارة أخرى، كيف نفسر أن نفس الصهارة قد تعطي بلورات كبيرة بلورات صغيرة، وتعطي يمكن أن تعطي كذلك مادة غير متبلورة؟ لذلك نقوم بتجربة باستعمال الكبريت. نأخذ مسحوق الكبريت ثم نضعه في إناء كما تلاحظون معي، ثم نقوم بعملية التسخين. نستعمل مسحوق كبريت لأنه سريع للانصهار، سرعان ما نحصل على كبريت منصهر. هذا الكمية من الكبريت المنصهر نقسمه إلى 3 كميات A, B, C، ونخضع كل كمية لظروف تجريبية مختلفة كما سنلاحظ. فعلا الكمية الأولى نضعها فوق صفيحة باردة جدا، إذا التبريد سيكون سريع جدا. الكمية الثانية نضعها في حمام مريم حرارته 15 درجة C، والكمية الثالثة في حمام مريم لوبان ماري حرارته 50 درجة سلسيوس. النتائج المحصل عليها، الحالة الأولى سنحصل على مادة غير متبلورة وهي عزيم زجاجي، إذن في هذه الحالة التبريد كان سريع جدا. الحالة الثانية نحصل على بلورات صغيرة كما نلاحظ، التبريد في هذه الحالة كان بطيء نسبيا بمعنى درجة الحرارة حوالي 15 درجة سلسيوس. في الحالة الثالثة درجة الحرارة مرتفعة 50 درجة، وبالتالي بطبيعة الحال التبريد تطلب مدة زمنية أطول، إذا التبريد سيكون بطيء جدا. في هذه الحالة حصلنا على بلورات كبيرة وواضحة. ماذا نستنتج من هذه التجربة؟ ربما توصلت إلى ذلك. ما هو العامل الذي يحدد لنا قد البلورات؟ إذا العامل وهو بطبيعة الحال سرعة التبريد. هذه السرعة ترتبط بدورها بدرجة الحرارة، ونحن نعرف بطبيعة الحال كلما تعمقنا في باطن الأرض كلما ارتفعت درجة الحرارة، وبالتالي هذه درجة الحرارة ترتبط هي بدورها بالعمق. إذا يمكننا أن نقول أن كلما كانت درجة الحرارة مرتفعة كلما كان التبريد بطيئا، وبالتالي كان قد البلورات كبيرة. أما في حالة كانت درجة الحرارة منخفضة يكون التبريد سريعا جدا، وبالتالي نحصل على مادة غير متبلورة وهي العجين الزجاجي. بطبيعة الحال نتعرف على بعض هذه الصخور الصهارية بطريقة أخرى. إذا نبدأ بصهارة قاعدية، صخرتي الجابرو والبازلت ربما أشرنا إليها قبل لحظات. إذا عملية التبلور بالنسبة للجابرو سيكون كامل التبلور، تلاحظ كل الصهارة كلها تتحول إلى بلورات فهي كاملة التبلور، إذا ذات بنية محببة. بينما فيما يخص البازلت لاحظوا معي كمية من هذه الصهارة تحولت نتجت عنها بلورات كبيرة، كمية أخرى أعطتنا بلورات صغيرة، والكمية الثالثة بطبيعة الحال نتج عنها عن تصلبها بطبيعة الحال مادة غير متبلورة وهي العجين الزجاجي. في حالة الصهارة الوسيطية نفس الفكرة تقريبا بطبيعة الحال، إذا الديوريت والأنديزيت، الديوريت نتج عنه بطبيعة الحال كما نلاحظ بلورات كبيرة، إذا فله بنية محببة، بينما الأنديزيت فلها بنية ميكروليتية، إذا بلورات كبيرة بلورات صغيرة وعجين زجاجي. المعادن التي تتكون منها هذه الصخور أشرنا إليها قبل لحظات. إذا فيما يخص الصهارة الحمضية لاحظوا معي كذلك نفس الفكرة، إذا هنا تبريد بطيء جدا نتج عنه بطبيعة الحال بلورات كبيرة القد متماسكة إذا صح التعبير في ما بينها، إذا فهي محببة وكاملة التبلور. بينما الريوليت فنلاحظ هناك بلورات كبيرة بلورات صغيرة ومادة غير متبلورة العجين الزجاجي. نتابع. إذن الآن سوف نحاول أن نبين ما هي المراحل التي تؤدي إلى تشكل صخرة بركانية. لذلك أو لاحظوا معي، إذن هذه المراحل نبدأ بها على مستوى غرفة الصهارية. هناك تبريد سيكون بطيئا جدا لأن درجة الحرارة مرتفعة على مستوى الغرفة الصهارية، وبالتالي سنحصل على بلورات كبيرة القد. المرحلة الثانية هذه الصهارة سوف تصعد عبر المدخنة، إذن المستوى الثاني وهو المدخنة، وعلى مستوى المدخنة سرعة التبريد بطبيعة الحال تكون أقل مما هي عليه المستوى الغرفة الصهارية، ففي هذه الحالة حصلنا على بلورات صغيرة. المرحلة الثالثة ربما ستلاحظون معي ذلك على السطح، ستكون اللافا على التماس مع الماء إذا كنا على مستوى الدروة، أو على التماس مع الهواء إذا كنا على مستوى مناطق التمر. في هذه الحالة التبريد يكون سريع جدا، فينتج عن ذلك مادة غير متبلورة وهي العجين الزجاجي. فعلا نحصل على صخرة بركانية غير كاملة التبلور ذات بنية ميكروليتية. شكرا على انتباهكم، وإلى موضوع آخر إن شاء الله.